بالنسبة لي كطبيب كوزير وبالنسبة لوزارة الصحة، هذا ظلم، هذا حيف في حق 27,000 ممرضة وممرض اللي تعملوا على الصعيد الوطني في ظروف صعبة واللي تتكلفوا بأغلى ماشي عند الإنسان المواطن المغربي هي صحته هي حياته. فهما تيطالبوا أولا بتسوية الوضعية العلمية. شنو المقصود منها؟ المقصود منها هو تمكين وتسهيل الممرضات والممرضين 27,000 أنهم يقرأوا كلمتهم من الناحية العلمية، يعني اللي عنده ليسانس يمكن يكمل الدراسة دياله يتسجل في الماستر، واللي عنده الماستر يتسجل في الدكتورة. هذا الشيء تنأكد فيما يخص يعني الممرضات والممرضين القدام لونسيان جيل، ماشي هاد الناس اللي داخلين في سيستم اليم دي جديد، هذا المشكل ديالهم محلول للناس. هذه النقطة الأولى، تسوية الوضعية العلمية. فاحنا بدينا المشكل المطروح فيما يخص، احنا متفقين وبدينا، كاينين القلائل تسجلوا مثلا في الدار البيضاء جامعة محمد السادس ولا مستشفى الشيخ زايد الشيخ خليفة، كاينين شي وحدين تسجلوا في سطات، كاينين شي وحدين تسجلوا في جديدة، قلائل صحيح. والوزارة هاد العام تخرج الفوج الأول ديال لا ليسانس الإجازة، غادي نحلوا كتجربة أولى يعني الماستر في الرباط فاس وفي مراكش، يعني تدريجين باش غادي غير اللي غنأكد عليها ان الناس اللي بغات تسوية الوضعية العلمية ارى في جميع دول العالم وفي المغرب انه اللي بغى يتقيد اللي بغى يتسجل في الماستر كيكون بالانتقائية. ما يمكنش نسجلوا 27,000 يقراوا الماستر ما كايناش، ولكن احنا متفقين غاديين مادام كان اتفاق بين وزاره التعليم العالي معترف به فاحنا غاديين في هذا الاتجاه، تيبقى العدد احنا غاديين تدريجيا نحلوا هذا المشكل.